الأشياء السيئة. تكشفت تسليمتهما وذكرت خواصرهما وأخذ من أحبابهما. بعدما رأيت ذلك المنظر، ما كان من القهر الذي حصل. قال ورأيت منظرا أفضل. وبالذي أفضل وكعت المنظر يبدا، ولكن المنظر الأكثر من المنظر هو أن الامتناء في ناس الرحام، لأن الذي كانت ستقوم عليه الوالدة ذهب. قال فقلت من فعل؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب. وهو في هذه الدار معه شرب من الأنصار. الشرب جمع شارب يعني مع ناس. قال فانطلقت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده وجد محاربة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه الذي لم، فقال لماذا؟ فقال علي الله.